السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس بخير. كنتمنى تكونوا في صحه جيده وانتم كتفرجوا في هذا الفيديو من فيديوهات حدا اخرين ديال الام دي سي اونكار زاد. الحلقات هادو اللي ولفناكم انكم ديما كنجيبوا لكم الجديد فيما يخص عالم السيارات. ملي كنقولوا السيارات اللي كنبغي ديما نوضح للناس اللي كيتبعوني لا على الفيسبوك لا على انستغرام ولا على اليوتيوب، راه تلقاو اللينات ديال هاد لي باج ولا هاد لي ريزو سوسيو كاملين لتحت في الديسكريبسيون. بغيكم انكم تتبعوني تما، انكم تبارطاجيو معنا لي فيديو اللي كنديروا لي جيم بطبيعه الحال، ولا لي جيم باي الا ما عجبكمش، وانكم تعطيونا الملاحظات ديالكم الانتقادات ديالكم بشكل واضح باش حتى انا نطور من راسي وباش حتى انا نعرفكم اش كتبغوا. المهم اللي بغيت نوضح هو انني كنجيب طوموبيلات القدام كنجيب طوموبيلات جداد. بغيت نكون انا ديك صله الوصل ما بينكم ما بين العالم ديال السيارات، نجيب لكم الطوموبيله اللي كتناسبكم، وممكن انكم تعرفوا على كيفاش انا كنشتغل وكيفاش انا كنخدم مع الناس عن طريق الفيسبوك ولا لاباج فيسبوك ديالنا، اللي انا كنجاوب تقريبا على 1260 سؤال يوميا. الحلقه ديال اليوم غنديروا فيها جوج ديال الحوايج. الحاجه الاولى هو دائما الناس كيبغيو يعرفوا واش السياره اللي هو شرا واش باقيه ساويه في السوق، واش ما ساويهش في السوق، شنو هما لي طوندونس ديال السوق، فين غادي السوق، وعلاش ولا مبازي السوق. داكشي علاش غنبقى نجيب لكم دائما واحد الفقره هذيك اللي خاصه بالاخبار ديال عالم السيارات وفين غاديين السيارات. ديك الفقره الاولى. الفقره الثانيه جبت لكم سيارات ما بين 7 مليون حتى 13 مليون، ورانا وصلت 14 مليون بالنسبه للناس اللي عندهم القدره انهم يفوتوا داك البيدجي ديال 13 مليون. جبت لكم واحد ليسته كبيره، ديك الساعه نتوما غنوريكم كيفاش تتعاملوا مع ديك لا ليست وداكشي. المهم نخليكم مع الفقره الاولى، ما تمشيوش بعيد. شركة فورد قررت واخيرا وبعد الاشاعات اللي دارت على لا فورد فوكس انها تخرجها للاسواق، وابتداء من شهر سبتمبر كيقولوا انها تبدا تسوق في الاسواق الاوروبيه. مازال ما عرفناش لا دات فيكس اللي غتسوق فيها في الاسواق المغربيه، هادشي اللي كيتسناو جميع عشاق سيارات لا فورد فوكس في المغرب. هاد السياره اللي نذكروا بانه حامت عليها بزاف ديال الاشاعات، وكيقولوا بانه دارت فليسي وبانوا فيها شي مشاكل، ورجعت الخط الانتاج ديال لا فورد فوكس. فيات بينتو باي باي، هذا هو العنوان الرئيسي دابا اللي كيتصدر مجموعه من الصحف ديال السيارات الايطاليه والاوروبيه بشكل عام. علاش؟ لانه فيات بينتو جات في هذه الايام هذه اخر فيات بينتو. هذا خبر محزن بالنسبه للجيل اللي عزيز عليه فيات بينتو بالشكل ديالها الرياضي، وحتى بالنسبه للشوافريه ديال الطاكسيات اللي كان كيعجبهم الموتور ديال فيات بينتو. يقول لك ودي راه صبار، فيات بينتو باي باي. دائما كما عودتكم في الحلقات اللي وليت كندير على السيارة بصفة عامة، دائما وليت كنطرح تساؤلات على السياسة التسويقية ديال الشركات. واليوم انا اللي تار انتباهي هو التسويق ديال لا تسلا. هاد الشركة هادي اللي كتنتج سيارات كهربائية، سيارات كهربائية اللي كتحافظ بطبيعة الحال على الطبيعة، ولما كتستعملش الوقود المحترق اللي كيخلف انبعاثات غازية اللي كتأثر على الطبيعة. السيارة هادي اللي ولات كتنتجها تسلا اللي سميتها تسلا موديل 3 او موديل 3. هاد السيارة هادي اللي ولات تقريبا كتراوح ما بين 35 مليون و 34 مليون، الثمن اللي قدر يجينا حنا كبير، ولكن في الميريكان هو واحد الثمن اللي افوردابل من طرف الطبقة المتوسطة. شي كيخليني نقول بانه لا تسلا جاية وجاية عندنا وجاية بقوة. شفتوا الفقرة الأولى بطبيعة الحال، نتمنى تكونوا استفدتوا وعرفتوا شنو هما لي طوندونس ديال السوق. دابا ندوزو للفقرة الثانية. الفقرة الثانية اللي قلت لكم نجيب لكم طوموبيلات ما بين 7 مليون حتى 13 مليون. أنا ليست عندي كبيرة، نحاول نختصرها. الأساس اللي نبغي نقول لكم بأنه السيارة اللي غنقول هنا ماشي بالضرورة ذوي الثمن ديالها الأصلي، وماشي بالضرورة ماشي الثمن ديالها. غنقدر أنا نكون طايح على السوق شي شوية، وإلا بغيتوني من بعد نقول لكم شكون هما الناس اللي كنتعامل معاهم، شنو هما لي سيت اللي كنجيب منهم هاد الأسماء. داكشي باش ما نقولكش شي واحد شي إشهار ولا شي حاجة، ممكن ديك الساعة نعطيكم منين نتوما تجيبو منين أنكم تعرفوا، لأنه كاينين الناس اللي كيبيعوا اللي كيشريوا في المغرب وكيخافوا الله في الاسمنه وداكشي. المهم ما عليناش، ندخل معكم مباشره لصوب الموضوع. قلنا طوموبيلات من 17 ل 13 مليون. بطبيعه الحال اي واحد هيهضر على بيجي من 17 ل 13، اول طوموبيله هيجيب هي الزيبرا، فولكس فاجن جولف زيبرا. ودابا نحيد عليه كاع دوك الناس اللي كيقول لك احمد كيسب الزيبرا وداكشي، لا، فولكس فاجن زيبرا تقدر تلقاوها ما بين 7 مليون 8 مليون 11 مليون. واش لا يختلف؟ على حسب الموتور اللي راكب لهذيك الطوموبيل. يعني انت الا كنتي مركب لها مثلا 2.0 راه تقدر توصل حتى 800 مليون، وراه الموديل كيمشي ما بين 2000 وانت طالع حتى توصل ديك 2004 2005. المهم معليناش، سيتروين بيرلينغو، سيتروين بيرلينغو تقدر تلقاوها ب 10 مليون، موديل 2010، طوموبيله زوينه، الموتور ديالها ديال بيجو زوين. يعني ما كاينش واحد اللي يقول لك فيها شي حاجه خايبه. ديك المشكل ديال السخونيه اللي كان كيكون عند السيتروين والبيجو ما بقاش في هاد الطوموبيلات الجداد، يعني ممكن انكم تزعموا عليهم. بيجو 508 نقدر يقول لك شي واحد لا فيسكاليتي، انا كنقول لكم الناس رانا دويت على الفيسكاليتي في واحد اللايف، يعني ممكن انكم تمشي تشوف داك اللايف. ودابا ملي كتشوف دوك الفيديوهات كاملين غتبغي تعرفني انا كيما كنهضر. قلت 508 تقول لا بلاتي انا في لا فيسكاليتي
عسكري ما عجبانيش لا سونسون ويت عاد قصحني في الضريبه دونك كنعطيها اتساع. انا ما كنقولش لك انت بوحدك, انا كنقول بزاف الناس. دونك لا بيجو 508 تقدر تلقاها 1360 ريال موديل 2012, يعني تقدر تلقاها بسنوات قل سنوات اكثر. المهم الطوموبيل هذه مليحه, الصالون ديالها زوين, الديزاين ديالها راقي وكتعطي للعين. داسيا دوستر 2013, انا كيعجبوني كاع داسيا دوستر من 2012 للفوق, والفيديو الجاي ان شاء الله يقدر يكون عندنا داسيا دوستر 2018 اوتوماتيك 110 ديال العودان, غتقدروا تلقاوها ب 11 مليون. تويوتا راف 4 طوموبيله زوينه, تقدروا تلقاوها ب 9.5 موديل 2009. تقدر تزيد في العودان وتزيد, تقدر تزيد يا ربي في العودان كما قلنا, تقدر تزيد حتى في الفلوس وتزيد في التوا في التواريخ. فولكسفاجن باسات غتقدر تلقاوها ب 8 مليون موديل ديال 2005. هنايا في فولكسفاجن باسات الله يجزيكم بخير, ما عمركم ما تمشيو تشريو بوحدكم وما كنتوش كتعرفوا تشريو, لانه فيها بزاف ديال لي تخوك اللي خاص يكون شي حريفي هو اللي تيعاقبهم. يعني ممكن هو ينقص السياره ضرب عندك واحد السيمانه وما تحس بوالو, مورا السيمانه عاد تاكلها في عضانك. داكشي علاش كنقول لكم دائما فولكسفاجن باسات, فولكسفاجن زيبرا, الفولكسفاجن بايم لودي, كاع هاد الحديده ديال المانيا راه دقاتو خايبين وما تيعيقش بهم الا الحريفي, وبالتالي دي معاك حريفي هو اللي يتعرف معاك على هاد السيارة. بيجو 307 بطبيعة الحال 800 هادي راه هضرت عليها بما فيه الكفاية في لاباج عندي, موديل ديال 2006. 308 أيضا 1.6 تويوتا كورولا ممتازة, تشعر ما باقي يقول لكم راه عندها الفرنات عيان شي حاجة, هاديك راه خرجات في واحد النوع صافي راه حبسات, راه رجعوا الطوموبيلات ما بقاوش كيخرجوا دوك التويوتا اللي فيهم داك المشكل ديال الفران. كما قلنا تويوتا كورولا موديل 2013 رائعة, 14 ونص تقدروا تلقاوها بهاد الثمن. سانغيانغ, سانغيانغ حتى هي راه داخله مع المرسيدس, راه عندها الموتور ديال المرسيدس هاي فيتا الا ما كنتيش حريفي في التقلب. الفورد فيستا طبيعة الحال ما نهضرش عليها, فورد فيستا, فورد فوكس, طوموبيلات راقيين, طوموبيلات زوينين, الموتور ممتاز. الا كنتي عندك البيست, عندك الطريق شي شويه فيها المنعه, فيها الحفاري كيف كنقولوا, فيها شي شويه الحجر وداكشي, عطيت اتساع للفيستا, عطيت اتساع للفورد لانه تتاكلها من التحت بالزربه. وراه اي واحد يقدر يقول لكم هذه فولكسفاجن توارك ب 14 مليون موديل 2009, ما نهضرش عليها هذه, حتى هي راه بعينها راه معروفه. الفيات كيا 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 هيونداي سانتا في, هيونداي سانتا في, كيا كارينز او تيكسون. المهم راه كيا كارينز او تيكسون راه عندهم نفس الموطور, تقدر تلقاو بديك 49 وديك هيونداي سانتا في تقدر تلقاو بديك 41 شي حاجه. المهم الموديل 2008 طوموبيلات ملاح, طوموبيلات زوينين, الماطر ديالهم موجودين في السوق, حضيو مع الموطور راه الا كان واكله في الطوموبيل راه كيسوى الطوموبيل كامل. فيها الدوبلو 49, هاد فيها الدوبلو واش اللي كيميزها على الدوكر سكو هي واسعه على الدوكر, ولكن الدوكر منظر على الدوبلو, انا كنهضر على الدوبلو نورمال, ما كنهضرش على الدوبلو بانوراما. دوبلو بانوراما عاوتاني هذيك حاجه اخرى, ديزاين اخر كتعجبني حتى هي. سينو فيها الدوبلو كما قلنا, دادات فيات بينتو, فيات بينتو اللي دابا هضرنا عليها بحال دابا 89 هذه, انا 960 ريال هذه, انا ما نهضرش عليها. سيرو عند اي طاكسي صغير في اي مدينه طلع معاه قول لي كي كتجيك البينتو خليه هو يهضر عليها, انا ما نهضرش عليها. موديل 2015 كنت تلقاها 19 و9 وشي حاجه. سيتروين سي 4 جدادات, انا ما كنهضرش على القدامات في السي 4 اي في تي. المهم 14 وشي حاجه, الف موديل 2017, موديل 2017 السي 4 الناس كيحوم عليها بعض الاشاعات في الديزا في الموديلات القدام. جوسيبا انا اللي مجرب هو مجرب ليسانس وزوينه ممتازه في الموديلات القدام, والديزل عجبتني ديزاين زوين اللي ولات كتلعب في البريستيج ب 14 ونص, راه هي كتنافس مع الجديد اللي هي داسيا ستيبوي, سيات ايفيزا, سكودا فابيا, تويوتا اوريس. سميتو تقدروا تلقاو في السيكات الموتور ديال البيجو كما قلنا, غتلقاو فيها لي فيتخ الكتريك, جوانت الومنيوم. المهم اودي ا 3 كما قلت البايه من مرسيدس, هادو كندير عليهم حلقه خاصه لانه هاد الطوموبيل هادو يستحقوا انه يدار عليهم حلقه خاصه, هاندوي عليهم. وبغيت نجيب حريفيه اللي هضروا لكم على هاد النوع هادو ديال الطوموبيل. الى عجبكم بارطاجيه وكتب لي لتحت بانه راه انا بغيت سميتو بغينا الفيديوهات على الاودي, على البيام وعلى المرسيدس, ودي ساتان هنخلص لكم حلقة خاصة بالنسبة لهاد الناس هادو اللي كيعجبهم هاد الموديل ديال السيارات, رونو ميغان طبيعة الحال, رونو كليو, هادو الناس هادو اللي كيقول لك الكارطة, ما الكارطة ديك الهضرة راه هضرة خاوية, راه دابا ولاو الناس كيعرفوا يتعاملوا معاها, والميكانيكات حتى هما ولاو كيعرفوا يتعاملوا مع هاد النوع ديال الطوموبيلات, ولاو كيوصيوهم. فاش ما كانوش كيعرفوا يتعاملوا معاهم ما كانوش كيوصيوهم, دابا باش عرفوا يتعاملوا معاهم ولاو كيوصيوهم. وحال العقل هذا هو المغرب باش بغيتي تدير لوغان طبيعة الحال ستيبوير, ما نهضرش عليها لانه غندير فيديو من بعد على الطوموبيلات ديال ستيبوي, نخلص لها حلقه خاصه لانه ستيبوي من بين النقلات النوعيه في عالم السيارات بالمغرب. كنهضر هوندا اكورد طبيعه الحال ديال ممتازه, عندها موتورات زوينه, انا غادي نهضروا على هوندا سي ار في. الطوموبيل هذه اللي عندها بزاف ديال الانواع, والاي في تيك هو المشهور فيها, طوموبيله راقيه ورائعه وزوينه وموتور مليح فيها, حتى ليسانس ديالها اللي الموتور اي دي سي ار دي اي, سي ار دي اي هو اللي كاين في الهوندا, وديك ساعه صحوا لي في الكومونتير
حيت انا مازال ما تعمقتش فيها بزاف ولكن عجبتني. وحتى الميكانيسيانات اللي كنت كنمشي عندهم كانوا كيشكروا عليا ناس اللي ثقه. وكاين سي ار دي اي قلت في الديزل والاي في تيك هو اللي كاين في ليسونس على ما اظن. هذاك راه الموتور ديال الهيونداي بطبيعه الحال، موتور ديال الهيونداي بيجو 308.6 شارط المليون فورد مونديو. هاد الطوموبيل هادي في الدار باش شويه كتقصح ولكن بطبيعه الحال ممتازه. عندها الموتور ديال فيستا شي 8 ديال الخيل، غولف 5 بطبيعه الحال ممتازه، 11 مليون ممتازه. ولكن الناس اللي عندهم بيستا شي شويه كياكلوا اساسي فيها بالزربه. تويوتا برادو موديل 2004 راه دوينا عليها، هيونداي اكسنت بطبيعه الحال، فولفو سي 30 ما نهضوش عليها، غونو لاتيتود، تويوتا اوريس الهبريد هذه مزيانه انها ولات كتدخل حتى سوق المنافسه مزيانه. نشوفوا هاد النقله الديناميكيه والنوعيه في العالم ديال السيارات في المغرب، لان حنا نستحقوا هاد النوع ديال البريستيج عندنا في المغرب. سيات ليون بطبيعه الحال عندها الموتور ديال في دبليو في ما نهضرش عليها، هيونداي اي 30 هادي راه جربتها، هادي راه تجربه شي واحد الا باغي يسبها راه عارفو ما كيفهمش في السيارات. وشي واحد باغي يقارن عليك مع الجولف 5 ولا 6 وقال لك راه عيان منهم عارفو ما كيفهمش، لانه هو عندك هادي وعندك الاوبيل استرا وهادي هنا كيولي يختلف يد وخديه كما من ناحيه لا فيتاز من ناحيه الجره راه الموتور ديالها ممتاز، وحتى من ناحيه الفرانت كتجيني احسن من بعض الطوموبيلات اللي مازال نذكرهم لكم. بعد مازال ندير لكم مقارنه معهم ديك الساعات، نوليو نديروا المقارنه الا شدينا لي دروا من عند لي مارك ديال هاد لي فورتيو. هادو كيا سيراتو بطبيعه الحال، هيونداي إيلانترا وغونو كونغو بطبيعه الحال 700. علاش شاد رونو كونغو 700؟ حيت كيشريو البيع وشريو تستاهل داك الثمن، لانه كتهز الدخول كيقول لك كتقلب في الفيراجات الا فتي 90 وداك الشيء، لانه كاين عنده داك الخوا اللي كيهزوا الريح. انا ماشي انسان ديال الفيزيك بزاف، ممكن شي واحد يكون كيفهم في الفيزيك يشرح لنا علاش كونغو خارج على هذا الاشعاع. مي بون كونغو جداد دراما مره، انا ما سمعتش شي كونغو تقلبات بطبيعه الحال، سمعت القدامات تقلب، ولكن واش مشكل في الناس اللي كيسوقوا؟ واش حيت هي مديوره السلعه والناس كيهزوا وكيجريو بها؟ ما عرفناش ديك الساعات، ممكن شي واحد يشرح لنا هذه القضيه. هذه في ليسانس بطبيعه الحال ما ندوش بزاف، لانه كاع الحديد ديال ليسانس كيكون نقي كيكون زوين، وحتى البيز ديالو كيكون موجود في السوق. انا اللي كيعجبوني بزاف هي التيكا. شي واحد يبدا يقول لك راه كتكونسومي وكتكونسومي، هنا كنهضروا على ليسانس عامي، يعني الكونسوماسيون كاينه. تيغان الاوديا 3 بطبيعه الحال كليكم ما ندويش عليها، المازدا اللي كيعجبوني حيت الناس اللي كيسولوني على ليسانس الناس كيسولوني على البريستيج، داكشي يعجب لكم هي طوموبيل البريستيج. عندكم مازدا 2.5 والميني كوبر والهوندا سي ار في كما قلت 2.0 اي في تيك 8 مليون و 180 الف ريال، وفيات 500 بطبيعه الحال. هاد الطوموبيلات كاملهم لي بريستيج ولي زوينين في ليسونس اللي ممكن انكم تخدموا. كاع الطوموبيلات اللي قلت قبيله اللي كيوصلوا 13 مليون ممكن انكم تشدوهم 700 مليون الا شديتوهم في ليسونس. دوكو الطوموبيلات اللي كنقول لكم انا في المازوت راه هما اللي ممكن تلقاهم في ليسونس، ولكن كيكونوا ناقصين بجوج المليون حتى ثلاثة ديال المليون الفرق. انت حسبها، دير لي كالكول ديالك، شوف راسك واش هادشي مسلكك ولا ما مسلكش. كيف جاتكم الحلقه ديال اليوم؟ زوينه مفيده ممتعه كيف ما ديما، هادشي اللي وعدناكم به وهادشي اللي ديما كنوعدوكم به وهادشي اللي ديما نبقى نديروه. كان معكم حميد المدسي بلاتي في غادي. واش درتي ابوني؟ نزل لتحت دير ابوني، دير جيم، ما تنساش تابونا ولا دير سبسكرايب معايا. ماشي سبسكرايب اش كيسميوها، ابوني. في دير ابوني معنا في الانستغرام، دخل عندنا في الفيسبوك راه كنقشب وكنشط انا مع الدراري، راه كنديروا لي لايف ايتو اي بوي. كان معكم حميد المدسي، حلقة أخرى من حلقات لمدسي أون كارز. ما تنشاوش هيجي معنا واحد يوتيوبر في الحلقات الجاية، هتجي معنا دوستر حتى هي كضيفة، هتجي معنا حتى هي ستيب واي كضيفة، هتجي معنا إن شاء الله شي تجيب ضيفة، وهتجي معنا رجل ضيفة. هادشي كاملو كتوعدكم به لاشين ديال لمدسي أون كارز. يلا ما تمشيوش بعيد. تشاو 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 تشاو.